قائد عسكري ألماني من أبرز قادة الحرب العالمية الثانية، قاد أهم معارك وساهم في الكثير من الانتصارات للجيش الألماني، كارل رودولف جيرد فون رونشتيت. قبل اندلاع الحرب استدعاه أدولف هتلر لكي يقود مجموعة الجيوش ألف التي تضم مهمتها ضرب القوات البولندية من الجنوب. وقد حققت مجموعة رونشتيت هذه المهمة بنجاح ما بين الأول من سبتمبر إلى الثاني من أكتوبر 1939 أثناء غزو بولندا، حيث استسلمت آخر مقاومة رسمية للبولنديين. بعد ذلك نقلت القوات الألمانية إلى الجبهة الغربية لغرض إلحاق الهزيمة بالحلفاء، وكانت مهمة رونشتيت توجيه الضربة الرئيسية لقواتهم عبر غابة الأردن، وهذا ما تحقق في معركة فرنسا ما بين 10 مايو إلى 22 يونيو 1940، حيث تم إلحاق الهزيمة بقوات الحلفاء واحتلال فرنسا. يوم 22 من حزيران يونيو 1941 أطلق الألمان العنان لعملية بارباروسا المصنفة كأكبر عملية غزو عسكري عرفها التاريخ، حيث باشرت نحو 154 فرقة عسكرية تدخلها بالأراضي السوفيتية، معلنة بذلك عن فتح جبهة جديدة على الجهة الشرقية للبلاد. وعلى حسب العديد من المصادر تجاوز عدد الجنود الألمان مع بداية الغزو 3 ملايين جندي، مدعومين بنحو 4000 دبابة و 7000 مدفع، إضافة لما يزيد عن 3000 طائرة حربية. مع بداية الاجتياح عرف الجيش السوفيتي انهياراً غير مسبوق بتاريخه، حيث تراجعت قواته بشكل سريع لأكثر من 300 ميل، كما أسفرت الأيام الأولى للغزو عن تدمير أكثر من 1000 طائرة وأسر ما يزيد عن 400,000 جندي سوفيتي. وعقب أشهر من النجاحات العسكرية عرف الألمان أهم هزائمهم على أبواب موسكو، حيث تمكن الهجوم المضاد السوفيتي خلال شتاء 1941-1942 من إنقاذ العاصمة السوفيتية وصد تقدم الجيش الألماني الذي فشل في إخضاع موسكو وأجبر على التراجع مئات الكيلومترات. وقبل عملية صد التقدم الألماني على أبواب موسكو، حقق السوفييت نصراً هاماً أعاد لهم الأمل ومنح الجنود شحنة معنوية لا يستهان بها، حيث تمكن الجيش الأحمر بشكل لافت للانتباه من إلحاق هزيمة ثقيلة بالجيش الألماني، ليتمكن من تحرير مدينة روستوف القريبة من نهر الدون والواقعة على بعد أكثر من 1000 كيلومتر جنوب شرقي موسكو. إلى ذلك حظيت مدينة روستوف المقدر عدد سكانها بنحو 500,000 نسمة بمكانة هامة لدى السوفييت، حيث مثلت الأخيرة مركزاً صناعياً أساسياً. وخلال شهر تشرين الثاني نوفمبر 1941 وقعت هذه المدينة في قبضة قوات الفرقة الألمانية المدرعة الأولى، التي أجبرت قوات الجيش 56 السوفيتي بقيادة الجنرال فيدور ريميزوف على التراجع نحو الجهة الأخرى من نهر الدون. وبالنسبة للألمان مثلت هذه المدينة مركزاً حيوياً، حيث صنفها أدولف هتلر ووزراؤه كمفتاح رئيسي لفتح الطريق نحو نفط القوقاز. في الأثناء رفض السوفييت مبدأ خسارتهم لمدينة روستوف، فباشروا يوم 27 من تشرين الثاني نوفمبر 1941 بشن هجوم لاستعادة المدينة. وقد شارك في هذا الهجوم قوات انتمت أساساً للجيش 9 والجيش 37 والجيش 56 للسوفييت، وباغة القوات الألمانية التابعة للفرقة المدرعة الأولى من جبهات متعددة، وكبدوها خسائر كبيرة. مع تزايد الخسائر الألمانية أمر أدولف هتلر المارشال جيرد فون رونشتيت بعدم التراجع
ومواصلة القتال لآخر جندي، وأمام تواصل سقوط مزيد من القتلى في صفوف قواته، رفض المارشال فون روندشتيت أوامر هتلر ليباشر بعملية إجلاء جنوده من روستوف. استاء أدولف هتلر من تصرفات المارشال فون روندشتيت، فعمد لتغييره وتعيين المارشال فالتر فون ريخناو بدلاً منه. ومع حلوله على عين المكان، لاحظ فون ريخناو معاناة الجيش الألماني وعدم قدرته على الحفاظ على مدينة روستوف، فأمر بمواصلة سياسة الانسحاب التي بدأها فون روندشتيت. لاحقاً حل أدولف هتلر بمركز قيادة جيش الجنوب ببولتافا، ليتفاجأ بالوضع السيء لقواته في روستوف، فوجه على الفور اعتذاراً شخصياً للمارشال فون روندشتيت. في مارس 1942 عين روندشتيت قائداً لكل القوات الألمانية في الجبهة الغربية، وفي عهده تم إحباط محاولة الإنزال التي قام بها الحلفاء في ديب شمال فرنسا في أغسطس 1942، كما تم احتلال باقي فرنسا في نوفمبر 1942، لكن الحلفاء نجحوا في إنزال قواتهم في منطقة النورماندي شمال فرنسا في 6 يونيو 1944. وفي يوليو من نفس العام عزل لتوجيهه كلاماً قاسياً للمارشال فيلهلم كايتل رئيس قادة القوات المسلحة الألمانية. في سبتمبر 1944 أعيد قائداً على الجبهة الغربية، وفي عهده تم إحباط محاولة إنزال الحلفاء في أرنهم في هولندا، كما كلف بشن الهجوم عبر غابات الأردن معركة الأردن في 16 من ديسمبر 1944، وانتهت بهزيمة للألمان مما اضطرهم لإجراء انسحاب شامل. وفي 7 مارس 1945 نجحت القوات الأمريكية في عبور نهر الراين عند بلدة ريماغن في ألمانيا، مما أغضب هتلر فقام بعزل روندشتيت في 10 مارس. تم القبض على روندشتيت بعد الحرب، وبدأت محاكمته في محكمة جرائم الحرب، لكن أطلق سراحه لاعتلال صحته، وتوفي في 24 فبراير 1953 في هانوفر في ألمانيا الغربية.